اهلا وسهلا بكم محبي قناه ورد الجوري. اليوم معايا في واحد الفلوغ اللي هو فلوغ بطبيعه الحال في قلغله فايت انتما. هذا اكبر مول في العالم اللي بطبيعه الحال كيجي له كاع هنا كيتقداو الملياردير ديال العالم، وهنا كيشريو الناس البرجوازيين الطبقه البرجوازيه في العالم. شي هنا بغيت نفلوغي لكم في البدايه كيفاش هو، وعاد بطبيعه الحال غادي نشوف معكم المجازات روعه. هويا جميل جدا، وفي نفس الوقت فيه لي مارك ديال العالم. هنا كاينه لي بارفان مكياج، بطبيعة الحال تقدر تستعمل العطور، تستعمل ايا كان ديال سميتو ديال ديوغ هنايا. ولكن بالنسبه اللي كيدير شوبينغ هانتوما الاثمنه بطبيعه الحال خياليه. انا هادو عندي شفتهم، عندي مكياج ديالهم كنستعملهم بطبيعه الحال، والبخي ديال العكوره ديالهم نوري لكم العكوره هادو اللي عندي. هذه بطبيعه الحال راه ديوغ 38 اورو ديوغ، هانتوما 38 هاد العكوره اللي عندهم ديال ديوغ. هنا بطبيعه الحال الطريفه برجوازيه، الطريفه هنا عريقه جدا لانه اكبر مول في العالم هو هذا، يعني اللي كيجيو ليه الارشي ملياردير ديال العالم. هنا كيتقداو لي فوتبولور الواعرين، هنا كيتقداو الناس البرجوازيين، هنا كيشريو الناس اللي عندهم لا كاليتي في الشراء بطبيعه الحال. ولا مارك هما هنايا وين كيشريو. ها انتوما بالنسبه للعطور، بالنسبه لي بارفان ميرسي ثانك يو. بالنسبه لهادو هنايا كيكون شوبينغ عالمي عالمي، يعني ماشي لي مونتر. ها انتوما شوفوا حاجه كلاس والاثمنه الاثمنه حديت ولا حرج. شوف الاثمنه حديت ولا حرج. هنايا الماركات العالميه ديال بطبيعه الحال اللي هما لا مارك ديال، واكيد اكيد اكيد كاينه شانيل حتى هي. وما الاثمنه خياليه، كل المقاييس الاثمنه خياليه، يعني كيهضروا غير في 15000 17000، يعني الاثمنه العريقه. نشوف هنا بطبيعه الحال ها انتما ان لي بارفان ديال سيسلي، لا مارك سيسلي. ها انتما مكياج سيسلي رائع جدا وغالي. لا ميور مارك هي سيسلي، هذه شفتوها عند البنات، هي البخي ديالها ها انتما 36 اورو، يعني غاليه بزاف سيسلي. ولكن المكياج ديالها راه نطلعوا الفوق، غادي نطلعكم معايا الفوق باش نشوفوا الفوق حتى هو كذلك. المهم غير نشوف هنايا شنو كاين، وديك ساعات لانه كبير، هو مول كبير بزاف ما نقدرش كلشي نفلوغيه. هنا غادي نطلعوا شوف هنايا، هنا عجبنا ديوغ، هنا بلاصته هلا ديوغ ديال العطور ديال الحاجه الراقيه جدا. هي هادي جميله جدا ديوغ، ديوغ لميوغ بطبيعه الحال شلون منظر رائع زوين زوين بزاف. ميرسي. الناس العاديه مستحيل انها تشري هنايا، لان الحاجه اللي رخيصه رخيصه رخيصه. ها انتم لي مونتخ العاديين، هادو لي مونتخ ديال سميتو، شوفوا البخي ديالهم، هادو ديال لا مارتيير. ها هي شوفوا الاثمنه ديالها، هادي الحاجه العاديه دابا، هادي لي مونتخ العاديين، يعني الثمن عادي ماشي شي حاجه، وفي نفس الوقت ماشي شي كاليتي ماشي شي حاجه. بطبيعه الحال بلاصه المجوهرات هنايا، هادشي راه ماشي شي حاجه ديال الاول. نشوف نشوف هنا لا مارك ديال هانتوما، زوينين بزاف، حاجه راقيه زوينه إليغونت شيك فريمون ميرسي جميل جدا. هذا هاد البلاصه هادي زوينه، و ها
هنا كما قلت لكم الطبقة البرجوازية العالم هي اللي كدير شوبينغ في هذا المول هذا. شوفوا الفوق كله مزروع كاميرات، يعني هنايا ماشي شي حاجة اللي هي مول عادي، لا هنا حاجة اللي هي يعني اللي ارشي ملياردير ديال العالم. كاينين لي ريستورون، كاين لي كافي، ميرسي ثانك يو، كاين لي كافي، كاين لي ريستورون. وبطبيعة الحال الديزاين هنايا كلاس، روعة، جميل جدا. انا هنا العطور، شوف واحد ديكور شحال زوين، هذي بطابة الحميزون. انا غير غادي لفه 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 معكم. جميل هادشي بزاف بزاف بزاف، هادشي زوين بزاف. شوفوا هنا الديكور ديال هنا، هادشي راقي عطور يعني. والاغلبيه اللي كيبيعوا هنايا هما شنو اللي كيبيعوا هنا بحال لوي فيتون، عطور لوي فيتون. ها هي كلها هي هادي عطور لوي فيتون. هادي العطور اللي يعني بطبيعة الحال الروح، الروح ديال لوي فيتون، ماهياش العطور العادية. هانتوما عطور لوي فيتون حاجة راقية، وشوفوا الديزاين كيفاش دارو توب لا كلاس، فريمون شي راقي جدا. ديالها عربية، في هناك عربية ديال العود، وفي نفس الوقت عطور جميلة غيغلان، عطور لا تقاوم. ولكن هنا الأثمنة ديال هنا ماشي الأثمنة ديال سيفوغا ولا ديال، لا لا غير غير. هنايا واحد ما يقلبش يشري هنايا بالرخا، هنا ما كاينش الرخا. ها انتوما شوفوا لي ساك، الحال لي ساك ديال ليون ليونات باغي، جميلة. بونجور، شوفوا الديزاين ديالهم، بالله شوفوا شحال زوينين. يا الله زوينين، شوفوا هذا، شوفوا هذا. بطبيعة الحال لي مونتخ لي هما لي هي عالمية، هنا رولكس ديال دياموند بطبيعة الحال. شوفوا البخي ديالها، شوفوا البخي. أثمنة أكيد باينة ليكم الأثمنة، غراس دياموند ماشي ساعة عادية. مالك واو، شوفوا جميلة جدا الحال العطور ديال هانتوما. شفتو كيفاش الريتم ديال السيستيم ديزاين ديالهم تا هما، كيفاش لقاتو زوين بزاف، زوين بزاف. شوكولا حاجة راقية، حاجة ديلوكس. هادشي لا مود، نمشيو نشوفو شنو كاين هنا. قال غير لافايت اكيد ما كيفوتهاش انه دير تخفيض الماركات ديالها. ها انتم بحكم دابا الصمت يعني داروا الماركات ديالهم، كاين 50%، كاين 20%، يعني كاين الصولد فيهم مهما كان هادو. وكاع يعني تقريبا الاشكال الانواع اللي عندهم هنايا راه كيديرو مصول دو طون تا هما، الناس اللي يبغي والناس اللي يشري. ولا كاين غوميز كما قلت لكم اللي هو لي غوميز 50%، بحال هذا هذا عجبني، هذا زوين فريمون، هذا عجبني كيعجبني هذا ستايل. انا هذا دابا فيه Et vous voyez,
Voilà, moins 70. Les sacs des pochettes de la petite maroquinerie. Les sacs sautés, cabas, les sacs choquines. انا لي شيسور ديالهم دار لهم الصوند يعني هنايا الماركات اللي كتباع بحال دابا هذا بحال هذا راه موان 20% جميل صراحه جميل منطو كاين عندهم هنا الطبقه العاديه يعني الناس العاديين يقدروا يجيو لهنايا ويشريو هنايا شي كابارا كيعجبني هاد لاكولوغ بيبي هادا عجبتني شي كابانا كتعجبني يعني دائما جميلة هاد شي كابانا عندها واحد الرقي الباسكيت ديالي انا اللي كنشري لك اللبس هما هادو هانتوما اكيد غتشوفوهم هادو انا كيعجبوني ملي كنلبس لا ما كتبت الحال هذا هو سونتر بطبيعة الحال اللي كنكون لي اليوم فلوقيت معكم اخواني اخواتي اللي هو بطبيعة الحال اغلى متجر عالمي اللي هو غالغي لافاييت هذا هو مول اكبر مول في العالم اللي كاين في باريس بطبيعة الحال وانا راه قريب ليا طوبيس كيجيبني لهنايا هذا هو ماركات العالمية اللي كيتباعوا هنايا بطبيعة الحال قيس لا يعلى عليها حتى هي يا سيدي لها بطبيعة الحال قيس راها غالية هانتوما لي سانتور ديال قيس صراحة أنا كيعجبني هاد الديزاين بورتفوي صباس بورتفوي قيس صباس تقدر تعجبني زوينة شوفوا ياك ما فيها فلوس ما حطوا فيها الفلوس دابا هادي راه عندها سلسله ومن طن كتعلق هادي ميني بورتفوي في نفس الوقت عندها سميتو باش انها كتعلق كاينه هادي حتى هي طايره زوينه من هاد الديكور منها جميله جدا جميلين جدا حاطين واحد الالوان راقيه في نفس الوقت ديالهم في السيكال وفي سميتو حتى في لي فولار واو سي كلاس حبيت هذا دغيا بون اخواني اخواتي غنخرج من قيس ابخي غادي نمشي معكم شي بلاصه اخرى ان شاء الله تاني هادو هادو عجبوني سيرتو هاد لي بتي بورتفوي او ميم طون كاين عندهم السنسلات يعني بحال لي ساك غادي تهزوها او ميم طون هادو هما لي دي قيس قيس جميلة بغيت غير انني نعمل لكم دورة صغيرة وتشوفوا هذا المول بطبيعة الحال لأنه معروف عالميا مجمع الماركات العالمية وبطبيعة الحال
هنا كنقول لكم اخوان شكون الفلوق ديال اليوم وتحبوه. وانا خارجه باش نمشي كنقول لكم الى اللقاء حتى الفيديو مقبل ان شاء الله ولا فلوق مقبل ان شاء الله. هنا كنودعكم اخواني اخواتي وطبيعة الحال حتى لقاء ان شاء الله.